السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اشرح لي. النهاردة هنشرح ازاي اقدر اعلي صوت الميكروفون العادي في ويندوز 10 بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنخش على دي سيرش، طبعا ده بكلم ويندوز 10، هنكتب كنترول بانل، او لو النسخة عندي عربية تكتب لوحة التحكم. هنخش على كنترول بانل، هيفتح معاك خيارات كتير، اهو خيارات كتير جدا. هندوش على ساوند او الصوت لو عندك عربي. فتح معايا الخيارات زي ما انت شايف اهو، دي حاجات اساسيه، دي السماعه الاساسيه، بجيب ريكوردنج التسجيل، عندي الميكروفون الاساسي اهو اللي هو شغال دلوقتي، وعندي الميكروفون التاني. هدوس على الميكروفون الاساسي وادوس عليه بروبرتيز، بعد كده بخش على ليسن تاني واحدة، خش على ليفلز تالت واحدة. دي كانت معمولة تحت خالص، كانت معمولة لحد هنا كده بالظبط، وانا قمت بتزويدها، كان الصوت بيتسجل بس بضعف جدا يعني، وبرضه بعلي صوت الميكروفون ده 100%. بعد كده بس اوكي اوكي بس بكده بيكون معانا الصوت عالي جدا في الميكروفون. نتمنى يكون الشرح عجبكم ومفيد ليكم. شكرا لكم على أي حال، وانتظروا المزيد بإذن الله. متنسوش كمان تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.